احنا في الواقع شملنا في الكويت من الود جانب او كان لنا نصيب يمكن في اغانيك الوطنيه الجميله في الواقع. يسعدنا طبعا انه الفنان محمد عبده يتغنى في الكويت كبلد لا وليس كجار. الكويت جزء من جزء مهم من من الجزيره العربيه والخليج العربي. عندما امتحن بمصيبته اللي جرت عليه يعني كنت من كان الحدث هذا جاري في بيتي انا مش في بلدي. ف شفت قصيدة أقسمت يا كويت كان ناشرها غازي القصيبي في الصفحة الأولى من جريدة الشرق الأوسط. نعم. في يوم الغزو السبت. فعلى طول رحت الاستوديو وسجلتها يعني أغنية قصيرة كانت. وسعدت جدا بأنه الأطفال لما كانوا في القاهرة يغنونها ويرددونها. وهذا يعني جزء بسيط من مقدمة الكويت لأن أنا لازلت أذكر استقبال المسؤولين لي في وزارة الإعلام عام 65 أول ما جيت فنان ناشئ لسه لا ما له أي شهرة ولا له أي حس يعني خارجي في الخارج. فأول رحلة كانت لي للكويت عام 65 وحقيقة احتضنني الأستاذ عبدالعزيز الجعفر. نعم. وشجعني وفتح لي الاستوديوهات وسجلت كلام اذكر هلا يا ابو شعر ثاير. نعم. وبعد كده عاد ثالث اللقاء. حقيقة احنا مهما قدمنا للكويت ما يمكن نوفيها حقها ابدا. باركي يا كويت ولا احنا نبارك. باركي يا كويت ونجدد الميثاق في العيد ونشارك. باركي يا كويت باركي يا كويت ولا احنا نبارك. باركي يا كويت ونجدد الميثاق في العيد ونشارك. باركي يا كويت باركي يا كويت ولا احنا نبارك. الصباح وقت سعيد المساء كويتنا أفراح. على الصباح لاح الصباح وقت سعيد المساء كويتنا أفراح. باركي يا كويت ولا احنا نبارك. باركي يا كويت ونجدد الميثاق في العيد ونشارك. باركي يا كويت الواقع احنا لسنا في مجال الشكر على ما قدمته لانه نعتقد بان ما قدمته هو واجب. ما قدمته اقل من الواجب حقيقة. الله يسلمك ابو نورة. ذكرتنا في الستينات واول زياره في 65 وزيارتكم الحاليه يعني في الواقع استاذ محمد ما تعتبر زياره لان ليله واحده يعني. هل خلال هالمشوار هذا من 65 الى 96 كانت بالتاكيد زيارات كثيره يمكن اثمر البعض منها اعمال فنيه يمكن كان لك تعاون جميل ومثمر مع الاسير الشاعر فايق عبد الجليل. نعم. كان لك ايضا يمكن تعاون مع مجموعه من الملحنين الكويتيين. هل شكلت هذه الاعمال او هذا التعاون محطه او نقله نوعيه طبعاً في للفنان محمد عبد؟ طبعا كان هو اساس تعاون الخليج الفني مش التعاون الخليجي بشكل عام. نعم. كجزء من التعاون الخليجي يعني اول ما قدمت الكويت كنت اتعامل مع الاستاذ يوسف المهنا. اول تعامل اول في ماكو فكه. نعم. ومشهوره اللي فيها ماكو فكه. وبعد كده يعني تقابلنا في عمل نقلة خليجية كبيرة اللي هو بعد.
نعم. طبعا كان في عبد الواحد في قبلها كم يعني عمل يمكن واحد او اثنين. استاذ سعود الراشد الله يرحمه. نعم. فيمكن احنا كنا نخدم الهدف الخليجي، التعاون الخليجي من خلال هذا من خلال هذه اللقاءات في ايام تكوين التعاون، مجلس التعاون الخليجي مع الاستاذ فايق عبد الجليل. نعم. الاستاذ يوسف المهنا. استاذ محمد، في الواقع ايضا لك تعامل جميل كما ذكرت في الكويت من خلال زياراتك المتكرره، يعني على سبيل المثال تعاملت مع مجموعه من كتاب الاغنيه او الملحنين، استاذ بدر برسلي، الاسير فايق عبد الجليل، يوسف المهنا، ايضا يوسف ناصر، وكان يمكن اوج التعامل في الثمانينيات. صح مضبوط. بعدين يعني قدمنا احلى الاعمال في الثمانينيات للاستاذ بدر برسلي، كلك نظر. نعم. ومحتاج لها الله. ويوسف ناصر قل لي يا طيري وانت طاير في الهواء. يعني من الحان طبعا الاستاذ عبد الرب ادريس. نعم. هذه يعني اخذت برضه مجال جيد واغاني ناجحه لا زالت لليوم. أغنية ابعاد او ليلة ليلة، هذيك السبعينيات، مرحلة السبعينيات. فايق عبد الجليل الله يذكره بالخير. نعم. رجع بالسلام. ومع الاستاذ يوسف مهنا. جميل. يعني في السبعينات هذه. طيب الاستاذ محمد عبده، يعني من خلال هالتشكيلة الغنائية الكبيرة غنيت فيها كما اسلفنا يعني في بداية اللقاء الوان مختلفة. يعني في الواقع لو طلبت الآن من أبو نورة أن يهدي المشاهد أغنية من أغاني، ماذا يختار؟ ماذا يطرب محمد عبده مثلا؟ والله عنده يعني في أشياء كثيرة. إيش نخلي إيش نختار؟ نعم. حقيقة جميع الأعمال اللي عندكم جميلة، ممكن تحط أي أغنية. طيب اللون مزاجكم. اللون هل تختار من السامري؟ هل تختار من سامر او مثلا في اغنيه جميله للاستاذ فايق عبد الجليل الله يذكره بالخير، وهم من احلى الاغاني. كل المواعيد هذه جميله، دائما احب اسمع. اجي ملهوف عطش تحت المطر ملهوف، وقت يطوف لوني ضايع ومخطوف. اجي ملهوف عطش تحت المطر ملهوف، ملهوف عطش تحت المطر ملهوف.
انتظار سيوف. أقول أنت وتم بعيد وتتم بعيد وتم بعيد وتم بعيد وتم مثل الحزن أتم مثل الحزن أتم مثل الحزن أمطر سحابة عين أتم مثل الحزن أتم مثل الحزن أتم مثل الحزن أمطر سحابة عين.